عبر العديد من مهني النقل الطرقي بين الجماعات الترابية لدائرة تافراوت المحيطة بقيادة تهالة عن امتعاضهم من الحالة التي أصبحت عليها الطريق الرابطة بين تهالة وتافراوت بسبب تأخر أشغال توسيع الطريق رقم 104 منذ أزيد من سنة. أسيدي هذه الطريق ديال تهالة راه تكرفسنا هنا، هرسنا الطومبيلات، هاشاك ماني دابا ترست ليها البارح فرعت لي بنو ديال 60,000 فرانك، النهار الجمعة فرعت جوج بنوات، حنا الناقل السري، حنا اللي كنعتقوا عباد الله في هاد الطريق، راه الطريق مكرفسة، ما داروا والو، عام ونص حنا كنفرعوا في البنوات هنا، حنا الناقل السري، كنهزوا عباد الله، دابا نتشاك ما هي ترست غادي نصوبها ب 100 درهم. حنا عام ونص حنا كندوزو هنا، هرسنا الطومبيلات ديالنا، والو ما دارش كاع البلايك كاع، والطريق كلها محفرة من تهالة حتى لا البلاكة ديالي ليك، وهذا الشيء اللي كاين. عام زيكا، هو من الدرقيس تكرفس، الصراحة زوبار ولا البلايكور لينز، المهم غراسي تكرفس، عام زيكا صاحبي وراه ديالو غراسي حشومة، مواطنين ورثة تساولنا، تساولت الجماعة. والو على البلايكور اللي والو الاحفاري وكان هاتي راني نسمو قول هاتي هاتي غير الناس وكان مزيان في المس الدون صغير نياض مزيان تقريبا مشكل القصيده غادي يطرا غير او بالعاده غير القصيده على ما ستين الدراري هاتي خطف لي كشمنين تني غراس ديما رانا كنا تين القصيده في تيلي صغو غراس اما كنا كان تسجلو شي تفاصيل راكسي كن الشنطي ارتقل سيري حكوا كيتاسي الطوبيسه كان حتى الطوبيسه تكرفس او بارو صافي ديما يخصا ها محمد زغيد هاتي ماشي جرام اخصاص لا يا اخصاص في كلنا اما غرس عاد لا واه غرس مشى كل لا مغيت غادي تسفروا وما كيسي لان ورقيسي لا واه تيتسوي تاع لنا غرس ولكن هما راه يسيو انت ضلبه غرس عاد المغرب كله سمع شي ونايب زعما كان المشروع ونايب زعما كان المشروع اتي عاد غادي يسوري صدر اي خو واش قال الهدف غالي ونايب صدرني كراي سكرش ونايب يسوري صدر اي خو صافي غادي تلعب سمد ولا تلعب تلمخز ولا تلعب الصراحة تستني يا غير ولا بالناس بكره المسؤولية اشتي قبل باش تفلا غير واحد حق بار السوزارك غير الشيفور الكاميون ناكر تفلا نص غير عندنا واللي انا حق رتني اللي زعما اللي غالي وانا صدرني كراي سكرت وانا شوري صدر اي حيد السلام عليكم بدا تكرفس اغراس كل في اغراس كل ست شهور بدنا ها سي واد نسات تقبل الكاميون نسات قال حلاس واز مسكينه ها سي صراحه تاريخ سا ويزو سلام والو ها شوف غبار ها المواضيع صغير وكان سكر بي ها شي هما المواضيع انا غير ملي كنسيت قلت لكم ماسو غبار حتى ما زكروش الشانتي ولا تطرو شي تكريس غمش كسك ما كاز كان يد يد القدرون هاي ندور سلك ماس كان يغي ها شوف ها سبع سبع قرار غير دور كمل الغاي واخا غير صغير بزاف كيسي خصها تعدل تور في الغيكا. وحسب المهنيين فقد شكل تأخر مشروع توسيع المقطع الطرقي المذكور خسائر مادية جسيمة لعدد من مستعملي الطريق بسبب تكرار حوادث انزلاق وانقلاب السيارات والمركبات بالمنعرجات الطرقية ناهيك عن غياب علامات للتشوير بالرغم من خطورة الحفر والحواف الخطيرة التي تشكل خطرا محذقا بالمارة والسائقين على حد سواء. دي غرس هاد ورقيس كيرن غويز والو القوت وقدرار القوت الحفاري كاع كل غايد الحفاري غير هاد من تقريبا حتى هلا رماس رماس وفي الاواد هي كامل جات كمل الغايات تسمى ما تا كاد ما تا المشكل هذا يا العدد نمدنا ما تا هلاك الحديد نسنا البنوات ركش مزروات البنوات هذا سميتو السكوز القوت وقدرار القوت تكرفيس كاع غرس هاد هرن طلب السيد العامل هذا عسكر كرا الحل وغرسات اشكو لا البلايك لا اشغال ولا ولو كل غير ورغيدي لي طلب السيد العامل هذا عسكر كرا الحل المشكلة هذا عاجلا قريبا الله يجزيه بخير. وينيت سينيت مينيت سينيت غير ابو غرسات مرسكر غير مرة تعود غير غسل
مشكله. كان ممكن غير تقول لنا هاد الهضره هادي. لا واش نقول لك هادشي اللي فيه ماشي غير نقول لك. اشنو درتو نتوما؟ شنو الاجراءات اللي درتو؟ واش اتصلتوا حاولتوا انكم تتصلوا بالجهات المعنيه انكم تشوفوا هذا قادم راه ولا اكبر اكثر منا. يلا السلام. فإلى متى ستظل هذه الطريق منبعاً لإصدار الغبار والأتربة التي أصبحت تخنق ساكنة دواوير تهالى في ظل غياب أي رؤية ترافعية لمدبري الشأن المحلي للقيام بدورهم في الدفاع عن حقوق الساكنة وحث مديرية التجهيز على تسريع وثيرة الأشغال؟